من غير ما ابقى بجيب سيره حد يعني، بغض النظر عن الراي السياسي، لكن هو ولي العهد في السعوديه قفل مصنع الوهابيه في سنتين، وانت الوكيل بتاعهم شغال في مصر، صح؟ صحيح. الله. صحيح. وديت كانت مرجعيه تاريخيه للمملكه. يعني المساله عايزه قرار، المساله عايزه يعني اصرار. هو احنا بس حضرتك كان ليك تصريح انه مش عايز ابتعد عن حوار الوطن، الوطن دلوقتي، لكن بالنسبه لموضوع الوهابيه والسلفيه والاخوان وغيره، حضرتك قلت ان هم فقاعه وبيظنوا ان هم اكثريه، مفيش منهم، مش كتير. لا، هو انت الخطر على الدوله المدنيه الحديثه هو ده. يبقى هو الخطر ده، هو الاسلام السياسي هو الخطر على الدوله المدنيه الحديثه. والدوله المدنيه الحديثه على فكره في رايي ما عادش فيها ايديولوجيات. يعني ما حدش يجي يقول لي يا دكتور حسام انت ليبرالي واحنا مش عايزين ليبراليه. يعني ايه ده؟ انا اللي بتقول عليا ليبرالي؟ بتكلم في التعليم اكثر اشتراكيه من الاشتراكيين. انا بقول لك التعليم لازم يكون مسؤوليه الدوله، ولازم يكون، وما ينفعش تفرق بين الناس حسب قدراتها الماليه. المساله اصبحت مش ايديولوجيه، بعيدا عن القوالب التقليديه. انت عايز نظام حكم كفء، عايز مساءله، عايز تداول للسلطه، عايز عداله ناجزه، وعايز بناء يحمي غير القادرين ويخرجهم من دائره الفقر الى دائره القدره. وانا بقول الكلام ده انا عارف انا بقول ايه، لان انا يعني كل ما زادت الفلوس اللي تديها للفقراء رغم احتياجهم، ده معناه انك بتفشل في التنميه على حساب التنميه. لانك انت، وده اللي بينادي بيه الجماعه في مصر دلوقتي اللي هم اليسار، يقول لك لا، وقف المشروعات وادي للناس فرع عليه فلوس لحد ما يبقى ال 100 مليون فقير، والزياده السكانيه بتنطلق، فالدنيا هنقف مكان لنتراجع. انت خد نموذج، انت قلت لي نماذج من بره، لا انا هقول لك خد نموذج الصين. مليار ناس ما خرجوا من دائره الفقر، مليار. يعني اذا هناك طرق، وبتخرج من دائره الفقر بايه؟ مش بالفلوس، مش بالثروه الماليه، بالتنميه الانسانيه. ان الناس تبقى عندها القدره على خلق فرص عملها، عندها القدره على ان يبقى عندها موارد ذاتيه، عندها القدره انها تختار افضل. لكن المساعده لاستمرار الفقر ده ما بيجيبش نوزع نتائج. الفقر بدل ما نوزع الثروه. بالظبط كده. يعني اللي انا عايز اقوله في الاخر، ده حوار سياسي من الدرجه الاولى، والحوار السياسي عايز عمودين اساسيين، هي العداله الناجزه. وعلى فكره العداله ده نظام القضاء ونظام الشرطه، لان جهاز الشرطه هو جهاز تطبيق العداله. فانت لو عايز اصلاح يبقى الاثنين في بعض. والتنميه الانسانيه اللي هي في الاساس بتصنع الانسان، وده مدخلها رعايه صحيه وتعليم ومواصلات محترمه ومساعده للشباب عشان يعملوا مشاريع جديده. هتقول لي ده انت عمال تحلم، ما هو لازم احلم، هي الجمهوريه الجديده حلم. ينفع يبقى مشروع قومي او هو مشروع قومي؟ طبعا، زي تحقيق حياه كريمه والعداله الناجحه، كل ده مشروعات في اطار الجمهوريه الجديده. مظبوط. وانا بعمل الكلام ده بقى لازم يبقى عندي وقفات، يمكن نشأت عنده اسلوب افضل من حسام في تطبيق الهدف ده، لان احنا كلنا مشتركين في نفس الاهداف، والله ما في اختلاف. انت مش عايز مصر قويه؟ كلنا عايزين نفس الهدف. انت مش عايز مصر حره؟ لكن بنفسك مسالك مختلفه. وده في النهايه نظام سياسي.